خلاص رجعنا الدراسة ودنا خالص، يعني سكشن ومحاضرات دروس، ودلوقتي انت اكيد محتاج، وانت محتاج حضن. لا يا معلم مش محتاج حوض ولا حاجه، انت محتاج لابتوب تاخده معاك الجامعه تذاكر بقى عليه، تشوف محاضراتك، تعمل شغلك، تلعب بعض الالعاب الخفيفه، كله هيبقى موجود معانا النهارده. واحد من الفيديوهات اللي انا متحمس ليها جدا ترشيحات لابتوبات للطلبه وللجيمرز وللبيزنس وكل حاجه. معانا النهارده لابتوبات بتبتدي من 30,000 جنيه وانت طالع. وطبعا نحب نشكر جدا شركه ايسوس، هي السبونسر بتاع الحلقه دي واللي موفر لنا اللابتوبات اللي ورانا دي، وهم عاملين اوفرز جامده جدا بمناسبه باك تو سكول او العوده للمدارس. وكنا عملنا فيديو كده صغير والناس تحمست جدا وكانت عايزه تعرف ايه هي الموديلات الموجوده داخل العرض، وايه هي اصلا العروض الموجوده حاليا، ازاي تاخدها وازاي تستفيد من الخصومات، وخاصه بقى لو انت طالب او مدرس يبقى ليك خصم اكسبشن او زياده. طالما وصلك الفيديو لازم تضغط لايك للفيديو يا معلم، وكومنتك بقى وسبسكرايبك الرايق. وتعالى بقى اخدك كده في اللفه في اللابتوبات اللي معايا النهارده من 30,000 جنيه ل يعني شوف انت عاوز توصل لكام، وتابع معايا للنهايه عشان اعرفك ازاي تستفيد من العروض الموجوده دلوقتي وازاي تاخد اكبر خصم. يلا نبتدي. هنبتدي من اول فئه اللي تحت ال 30,000 جنيه، يعني حوالي 27,000 جنيه كده وانت طالب. عندك حبيبنا وحبيب الملايين الفيفو بوك 15، السلسله الارخص من اسوس، وفي موديل رائع جدا هو الفيفو بوك 15 جو اولد، ومن اسمه اولد يعني في شاشه اولد، وشاشه اولد يعني الوان جامده، كونتراست هايل. ومش كده بس، سعره كمان بيبتدي من 22,000 جنيه وشويه، يعني مش 27,000 كمان، ده طلع ارخص من كده. طبعا في عروض جامده جدا لازم تسمعها في النهايه عشان تقدر تقسط اللابتوبات دي، وكمان هتاخد عليها خصم، فما تنساش تتابع الفيديو للنهايه. اللابتوب ده رائع جدا، هتلاقيه بيجي بروسيسور من رايزن و8 جيجا رامات دي ار4، وده المينيمم للابات عامه، ما تقلش عن 8 جيجا، يعني ده 8 جيجا دي اقل حاجه تقدر تشتغل عليه بشكل كويس واللابتوب ما يهنكش. طبعا لو في امكانيه انك تزود يا ريت. وهتلاقي فيه اس اس دي 512، شاشه 15.6 انش فول اتش دي، ولكن هي 60 هرتز بس. واللابتوب ده موجه اكتر للدراسه، للشغل الخفيف خالص، تذاكر عليه، تشوف عليه محاضراتك، تقرا بي دي اف، الكلام ده. لكن لو عايز تلعب استنى شويه. وطبعا بما انه موجه لطلبه حاجه هتاخدها معاك بشكل يومي من الجامعه، فلازم يكون وزنه خفيف، كيلو و600 جرام. ريشه في الشنطه بتاعتك، يعني لو مذكره كبيره شويه معاك ممكن تلاقيها اتقل منه. عندك موديل ثاني فيفو بوك 15، وده اغلى شويه، بيجي باكتر من بروسيسور انتل كور اي 5 13 35 او كور اي 7 13 35 يو. وفي موديل كمان بيجي برايزن 7 7730 و8 جيجا رام دي دي ار 4 واس اس دي 512، دي اساسيات هتلاقيها في كل الموديلات. وشاشه 15.6 انش فول اتش دي 60 هرتز بسطوع حوالي 250 نتس، هيبقى مناسب اكتر للاستخدام الاندور. لو انت مثلا مستخدم اللابتوب بره كتير ممكن تبقى محتاج سطوع اعلى من كده شويه، يعني بالاسعار دي والخصومات اللي انت هتعرفها كمان شويه هتبقى صفقه كويسه جدا. نطلع بره بقى فئه ال 30,000 ونروح بقى للفئه اكبر شويه، معاك بقى من 30,000 لحوالي 55,000 جنيه، وهي فئه مخصصه اكتر من جيمرز، وهي فئه التف. بالمناسبه كل موديلات اسوس من ارخصها لاغلاها هتلاقيها موجوده ومتاحه بشكل رسمي في مصر. ما يميز هذه الفئه ان هي فيها بروسيسور اقوى شويه، كارت شاشه يعني تقدر تلعب عليه بشكل كويس، ومعاك بقى البروسيسور بيبتدي من الكور اي 5 جيل 12 للكور اي 7 جيل 13، وطبعا بينتهي بحرف اتش. طبعا عايز تعرف كل التفاصيل وكل اللابتوبات الموجوده في العروض هتلاقيها في اللينك اللي تحت الفيديو في الديسكربشن او في اول كومنت تحت الفيديو. وطبعا بما اننا قلنا العاب يبقى لازم كارت شاشه يكون قوي شويه، معاك بقى موديلات بتبتدي من الار تي اكس 2050 لغايه الار تي اكس 4060، طبعا مع اختلافات الاسعار واختلافات الموديلات. والمساحه بتبتدي من 512 لغايه 1 تيرا. وبالنسبه للرامات بيبتدي معاك من 8 جيجا دي دي ار 5 لغايه 16 جيجا ال بي دي دي ار 5. وطبعا لازم تكون في شاشه كبيره 15.6 انش فول اتش دي وتردد عالي عشان تستمتع بالالعاب 144 هرتز. طب في الفئه دي ممكن الاقي حاجه تكون تنفع شغل مونتاج خفيف كده مع بعض الالعاب، وفي نفس الوقت تبقى خفيفه وسلسه واقدر اشيلها معايا في اي مكان؟ قلنا مونتاج، يبقى لازم شاشه بجوده الوان كويس. يبقى قدامنا اختيار الفيفو بوك اس 15 اولد، بيجي بشاشه محترمه جدا 2.8 كي اولد 120 هرتز بجوده الوان دي سي اي بي 3 100%، بيوصل لغايه 600 نتس، فلابتوب ممتاز جدا حتى لو انت هتشتغل عليه بره في اشعه الشمس هيبقى مقضي معاك كويس. وحجم الشاشه ممتاز جدا 15.6 انش، وبيجي معالج محترم الانتل كور اي 7 13700 اتش و 16 جيجا رام اللي بي دي دي ار 5 اندو 2 اس اس دي 512، بطاريه محترمه جدا 75 واط اور، ووزنه برده كيلو 600 جرام، فمش هتحس بيه معاك وانت بتتنقل بيه في اي مكان، وبيتراوح في رينج ال 38,000 جنيه وشويه. هنا بقى هنروح لفئه اعلى شويه في الفلوس، معاك بقى من 65,000 فيما فوق، افتح بقى زي ما انت عاوز تفتح، بس احنا هنحاول ناخد الحاجات الحنينه منهم. بس في لابتوب مهم جدا شد انتباهي في الفئه دي، ثانيه واحده، وهو الفيفو بوك اس 15. لابتوب بيجي معالج سناب دراجون، معالج موبايل بس ايه نينجا، بيجي معالج سناب دراجون اكس اليت، وهو معالج موبايل فعلا،
مع رامات 32 جيجا و1 تيرا اس اس دي، وبشاشه محترمه جدا 3K اوليد 120 هرتز. اللابتوب ده سعره حوالي 75000 جنيه، وهو مناسب جدا لفئه البيزنس، العاب خفيفه للمتوسطه، مونتاج فول اتش دي، مش هيقول لك معاك لا، خفيف هتاخده معاك في اي مكان، فعلا مش هتحس بيه عشان له بايد واحده. بص ريشه اصلا جامد جدا بصراحه. روح بقى لحبايبنا الجيمرز، سيبك انت بقى من الكلام اللي ماكلش عيش ده، انا عارفك انت عايز تلعب. طلبك عن استنى وسع للوحش، الار او جي ستريكس جي 16 ده بقى من الاخر. واللطيف في الموضوع ان سعره ارخص من اللابتوب اللي بيجي من معالج سناب دراجون اللي قبليه، ده بيبتدي من سعر 65000 جنيه بس، طبعا ممكن تزود شويه على حسب الموديل. الموديل اللي معايا ده هو ار تي اكس 4060، والشاشه 17.3 انش فول اتش دي 144 هرتز، لابتوب طبعا تقيل عملاق، بيجي بانتل كور اي 9 13980 اتش اكس، طبعا معالج سفاح، 32 جيجا رام، 1 تيرا اس اس دي، في كل المداخل والمخارج اللي انت ممكن تحتاجها. بصراحه صفقه كويسه جدا لو انت معاك 65000 جنيه، ده لو معاك بقى. في لابتوب كمان عايز اكلمك عليه، وهو التحفه الفنيه اللي عملتها اسوس مؤخرا، وهو الزين بوك اس 16. اللابتوب ده بيجي من السيراميك مع الالومنيوم، صلب جدا، في اقل سمك واقل وزن، سمكه 1 سنتي ووزنه 1.5 كيلو، مفيش اخف وانحف من كده. ومش زي اي لابتوب بيجي معالج واحد، ده بيجي معالجين، معالج ان رايزن اي اي 9 370 اتش اكس، ومعالج تاني خاص بالذكاء الاصطناعي علشان يساعدك في المهام اليوميه اللي انت بتعملها على اللابتوب، بالاضافه ل 32 جيجا رام مع 2 تيرا ام دوت 2 اس اس دي، واحده من افضل الشاشات اللي موجوده في اللابتوب، شاشه بحجم 16 انش 3K اوليد 120 هرتز، بتدعم 100% اس ار جي بي، شاشه محترمه جدا للشغل المونتاج الاحترافي، وسعره بسيط جدا 100000 جنيه بس. الجزء المهم العروض، طبعا كل اللابتوبات معاها ضمان لمده سنه، البيرفكت وارنتي حتى ضد عيوب الاستخدام، مش عيوب التصنيع بس، يعني انت لو مثلا وقع منك اتكسر حصل له اي حاجه خلال سنه هم بيصلحوه فور فري مجاني، كسر يا باشا واحنا نصلح، اكيد ما تعملش كده. طيب هتشتري اللابتوبات دي منين؟ عندك اكتر من مكان، عندك الاي شوب او الموقع الالكتروني بتاع اسوس، عليه خصم لغايه 5000 جنيه على الموديلات اللي انا اتكلمت عليها وموديلات اكتر كمان، وكل الكلام ده هتلاقيه في اللينك تحت الفيديو في الديسكربشن، ولو حبيت تمد فتره الضمان هتاخد 50% خصم عليها. طب لو انت بقى طالب او مدرس ومعاك ايميل طلبه، لو حضرتك مدرس معاك اي دي سواء جامعه مدرسه او اي حاجه، تقدر كمان تاخد خصم لغايه 3000 جنيه، بس لازم تبقى معاك الايميل او الاي دي. في عروض بقى مقدمه من الموزعين المعتمدين من اسوس، فودافون عاملين تقسيط لمده 12 شهر وكمان هديه هارد او شنطه باك او ماوس مع كل الموديلات، دريم 2000 ودبي فون عاملين تقسيط بدون فوائد بدون عمولات بدون مصاريف اداريه اللي هو تريبل زيرو، يعني مفيش اسهل من كده وابسط من كده. تو بي بقى عامل حركه جامده جدا، بندل لابتوبك القديم بلابتوب اسوس جديد، ايا يكن الموديل بتاع اللابتوب القديم بتاعك، مش لازم يكون اسوس، وهتاخد خصم كمان لغايه 20%، وتقدر تقسط اللابتوب جديد على 12 شهر بزيرو فوائد بزيرو مصاريف اداريه بزيرو عمولات، وكمان بيتك عامل تقسيط مباشر من خلاله، وكمان هتاخد خصم 50% لو قسطت 24 شهر، يعني اعتبرها سنه عليهم وسنه عليك، بالاضافه لغايه 5000 جنيه كاش باك مع كل لابتوب هتشتريه، يعني مفيش دلع اكتر من كده. وكومبي مورتس عاملين خصم 9% على كل موديلات اسوس طوال شهر 9، فاستغل الفرصه. كل العروض والاوفرز دي هتلاقيها في اللينك اللي تحت الفيديو في الديسكربشن، ما تنساش تعدي عليه وتبص وتاخد لك لفه وتلحق لابتوب كده في الصفقه الحلوه دي. فانا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو كومنت بانهي موديل عجبك، او لو انت معاك لابتوب اسوس ما تنساش تكتب لي اسمه تحت الفيديو في الكومنتات او الموديل بتاعه، وسبسكرايب بقى بالمره وانت معانا عشان اشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.